بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف
صدق الله.